السلام عليكم. ظهر الدكتور أحمد كريمة في برنامج وهو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة عائشة وهي عندها 18 سنة. مخطوبة إيه في اللفة؟ عندها 3 سنين 5 سنين؟ مستحالة. ابن حجر. طب هل الكلام اللي قاله الدكتور كريمة ده فعلا صحيح؟ والدكتور كريمة راح حاطط اسم ابن حجر في الموضوع كده على اساس يبان ان الكلام ده كلام ابن حجر، مع ان ابن حجر قال في كتاب الاصابة اللي جابه الدكتور كريمة ان السيدة عائشة رضي الله عنها ولدت بعد البعثة ب4 سنين أو 5 سنين. مش بس كده، ده كمان كمل ابن حجر الكلام وقال: فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بنت 6 وقيل 7، ويجمع بأنها كانت أكملت 6 ودخلت في 7، ودخل بها وهي بنت 9، وكان دخوله بها في شوال في 1 الأولى. وادي كلام ابن حجر اللي انت طالع بتقول ابن حجر قال. نيجي بقى للنقطة المهمة واللي ناس كتير ما بتكونش فهماها، وهي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وهي عندها 6 سنين، ودخوله بيها صلى الله عليه وسلم وهي عندها 9 سنين. بداية بس، اللي قال الكلام ده السيدة عائشة مش اي حد، والحديث في البخاري وفي مسلم. قالت السيدة عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنة 6 سنين بمكة، متوفى خديجة، ودخل بي وأنا ابنة 9 سنين بالمدينة. وخلي بالك الحديث في البخاري وفي مسلم، يعني في أعلى درجات الصحة. إلا بقى لو الدكتور كريمة ما كانش بيعترف بكلام البخاري ولا بمسلم، أو بغلط البخاري ومسلم، وقتها يكون في كلام تاني. ومش بس كده، ده أمر متفق عليه بين العلماء، والكلام ده نقله لينا ابن كثير. وقوله: تزوجها وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9، ما لا خلاف فيه بين الناس، وقد ثبت في الصحاح وغيرها. وكان بناؤه بها عليه السلام في 2 من الهجرة إلى المدينة. ونقطة مهمة قوي، ما ينفعش أقيس البيئة اللي كان عايش فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالبيئة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، لأن طبيعة البنت وقتها غير طبيعة البنت دلوقتي. كان طبيعة عندهم ان البنت ممكن تتزوج وهي في سن 9 سنين واقل من كده كمان. وهجيب لك مثال كمان شوية عن واحدة اتجوزت وهي عندها 7 سنين، في حين ان الموضوع ده ما ينفعش اي عائل يعمله دلوقتي بسبب البيئة اللي احنا عايشين فيها وطبيعة البنات دلوقتي. لان كان طبيعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان البنت تبلغ وهي عندها 9 سنين، وكان ده كلام السيدة عائشة والحديث في الترمذي، لما قالت السيدة عائشة: اذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. وكمان قال الإمام الشافعي: رأيت باليمن بنات 9 يحضن كثيرا. وخد بقى دي اللي كتير من الناس مش عارفينها ومحدش بيجيب سيرتها ولا بيتكلم فيها في حاجة. الملكة إيزابيلا الفرنسية اتولدت سنة 1389 ميلادية، وتزوجت من ملك إنجلترا سنة 1396. يعني وقت الزواج كان عندها 7 سنين بس. يعني دي وقتها كانت حاجة عادية ومفيش حد اتكلم فيها ولا قال ما ينفعش يحصل الكلام ده. وبعدين لو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة كان غير مألوف وقتها، يعني غير طبيعي، ما كانش الكفار والمسلمين المشركين هيسكتوا عن حاجة زي كده، لأنهم كانوا بيحاربوه في كل حاجة. فيا ترى هينسوا حاجة زي دي؟ فمعنى ان مفيش حد فيهم هاجم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه حاجة زي كده، ده معناه ان الموضوع ده وقتها كان عادي ومفيهوش أي مشكلة. أتمنى كده أكون وضحت الصورة، وأشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا؟ بنورك أشرق الإيمان فينا.